شاهدينا في التقرير مناظر طبيعية خلابة لنهايات أيضا موسم الخريف في محافظة ظفار. من الأسبوع المقبل يبدأ موسم جديد، موسم الربيع أو ما يعرف بموسم الصرب، له جماليات وله أيضا سياح يفضلون هذا الموسم عن غيره من المواسم. تفاصيل كيف تستعد المحافظة بشكل عام في استقبال الزوار خلال هذه الفترة ينقلها لنا الزميل محمد سعد بتسعيد. مساء الخير محمد، وكيف تبدو الأجواء هناك في صلالة؟ أهلا وسهلا بيان، تحية طيبة لك ولكل مشاهدين الأكارم عبر تلفزيون سلطنة عمان وبرنامج من عمان في هذه المتابعة لمحافظة ظفار بشكل عام. نحن من برج النهر، هذا البرج الذي يشرب في قلب ولاية صلالة، هذه المنطقة التي تشهد هذا الحراك الكبير من خلال أيضا إقبال واستعداد كبير من كل الجهات الحكومية لاستقبال زوار موسم الصرب المميز بكل تأكيد. دعونا نعود إلى موسم خريف ظفار. ثيمة الموسم الذي ما زال يستمر وسينتهي في أواخر شهر سبتمبر هو جهود، بل هي جهود الشباب وأفكار الشباب. لذلك بلدية ظفار مع هذه الأفكار الشابة طرحت مجموعة كبيرة من الفرص للشباب لاستقطاب أفكار مختلفة لموسم الصرب من خلال فعاليات مختلفة، وبإذن الله في الأوقات القادمة سيتم الإعلان عن هذه الفعاليات. كما أيضا تعمل وزارة التراث والسياحة بجهود مختلفة بفقرات مختلفة، وأيضا الكثير من الفعاليات الحاضرة، نتحدث عن سباق الدراجات الهوائية، أيضا ذلك التطواف الذي يستمر إلى غدا بإذن الله، بالإضافة إلى فعالية آيرون مان وهي الرجل الحديدي بمشاركة 750 متسابق من أكثر من 700 دولة. مطار صلالة أيضا ما زال يستقبل المسافرين من مختلف الدول، لعل أبرز هذه الدول دول مجلس التعاون، تلك الخطوط المباشرة المتاحة لكل الزوار من خلال استقبال أعداد كبيرة. ربما أيضا بيان، حتى منذ بداية موسم خريف ظفار إلى نهايات شهر أغسطس المنصرم وصل عدد المسافرين 441 ألف مسافر، أكثر من 3000 رحلة في الفترة نفسها. إذن كان موسم مميز، ونحن أيضا على موعد مع استقبال موسم مختلف تماما. الحديث عن هذا الموسم وهو فصل الصرب، حيث انقشاع الضباب تكون الرؤية مختلفة تماما. الرؤية واضحة، تفاصيل جميلة خضراء نضراء تسر الناظرين لكل من يزور محافظة ظفار بكل مرتفعاتها الجبلية بكل سهولها. وبالتالي أيضا الحديث يقودنا إلى القطاع الفندقي في محافظة ظفار. نعم، لا يختلف اثنان على جماليات صلالة. نعم بيان. أو ظفار بشكل عام في موسم الخريف والصرب، لكن لو نقرب المشاهد الكريم عن جماليات الصرب أيضا من الناحية الجمالية، الأجواء الصرب على مستوى الطقس يختلف تماما عن موسم خريف ظفار. لعل أبرز هذه التفاصيل والمفردات الجميلة هو انقشاع الضباب في بعض الأحيان، أيضا توقف الأمطار وتكون الرؤية واضحة. إذا يختفي الضباب بيان، تصبح الرؤية واضحة، رؤية خلابة جدا بين هذه التلال الجبلية، تكون أجواء مشمسة في المدينة، بينما في المرتفعات الجبلية تكون الصورة مختلفة تماما. الجدير بالذكر أنه هذا العام تدفقت الكثير من العيون والشلالات، وإلى هذا اليوم ما زالت مستمرة، ونحن بكل تأكيد نمني النفس بأن تستمر هذه الصورة البانورامية المختلفة تماما. نعم. بيان. نعم، يعني أيضا إلى جانب هذه الأهمية السياحية لموسم الصرب، هناك أهمية اقتصادية لدى المزارعين، الصيادين، مربي الماشية في استثمار الفرص في هذا الموسم، كيف تصفها محمد؟ أكيد مثل ما نذكر دائما موسم الصرب هو موسم حصاد. أبرز هذه الصور وأبرز هذه المشاهد حصاد مجموعة كبيرة من الثمار التي تم غرسها في بداية موسم الخريف، ربما اللوبيا إذا
ذكرنا جميل. شيء من هذه الثمار في المرتفعات الجبلية. أيضا ملاك الإبل ينتقلوا من مناطق منبسطة نجدية أو في السهول إلى المرتفعات الجبلية تحت مسمى الخطلة، وهي خطيلة الإبل في صورة مختلفة تماما. على كل حال ستكون لنا متابعة في وقفات قادمة. هذه صورة عامة حول هذا الموسم وحول هذه التفاصيل الجميلة لموسم الصرف في محافظة ظفار، وفي الأيام القادمة ستكون لنا متابعات قادمة، وأيضا سنفتح النوافذ على الكثير من التفاصيل بيان. ونسعد دائما بهذا الحضور الدائم لكم من محافظة ظفار لتنقلوا لنا جماليات المحافظة خلال هذه الفترة. شكرا لك الزميل محمد سعدون بيت سعيد على هذا الانضمام الرائع، ومن هنا أيضا دعوة للجميع للاستمتاع بكل ما يقدم في موسم الصرب. كما ذكر الزميل محمد هناك فعاليات كثيرة ستقدم للزوار خلال هذه الفترة. في المحطة القادمة نتعرف مشاهدينا على حراك وعطاء وطني آخر متمثل في حلقة العمل الأولى لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة. نشاهد هذا التقرير بعدها عودة إلى ضيفنا الكريم.